سلام عليكم يا حلوين. اوكي شباب حلوين، مقطعنا اليوم الحلقة الرابعة من سلسلة ماستر كرافت. بس هاي المرة وياي المتابعين، هلا شباب. هلا هلا والله شباب. هلا 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 هلا. اوكي شباب حلوين، زي ما قلت لكم ان شاء الله الحلقة الرابعة من سلسلة ماستر كرافت. فيا بتشوفوا قد المقطع لحد ساعتين احلالك، واحنا سبسكرايب عشان نوصل في المقطع. شباب 1500 لايك كلش حلو. اوكي فيا شباب، لايك لايك زي ما قلت لكم. اوكي يلا شباب توزعوا، كل واحد ياخذ له مكان. شباب كل واحد ياخذ له مكان. شباب اي يلا كل واحد ياخذ له مكان. اوكي شوفوا الحلوين، هسه نبدا برقم واحد محصل على 178 تصويت بما يعادل 11.9%، وهذا التصميم مالته. هسه نجي الرقم اثنين، 136 شخص بما يعادل 9.4%، هذا رقم اثنين. هسه نجي رقم ثلاثة، اكثر شخص محصل على عدد تصويتات اللي هو محمود اكس دي، محصل على 535 تصويت يا عيال بما يعادل 37.1%، هذا هو رقم ثلاثة. هسه نجي الرقم اربعة، حمودي برو محصل على 179%، شنو 179 تصويت بما يعادل 12.4%، هذا هو رقم اربعة. هسه نجي الرقم خمسة اللي هو صراحة ما ادري منو، المهم محصل على 186 تصويت بما يعادل 12.9%، وهسه رقم سبعة والاخير 235 تصويت بما يعادل 16.3%. اوكي طبعا شباب للاسف رقم واحد اللي راح يطلع ويانا لان هو محصل على اقل عدد تصويتات، محصل على 172، وهو يعني شباب يعتبر عدد حلو بس للاسف هو اقل شخص محصل على عدد تصويتات. ويا شباب الحين قبل ما نبدي يعني بنون التصاميم وزي كذا، هسه خلينا نشيل كل المباني مالتهن وبعدين راح اطلب من يمهم التصميم ايش يبونه. اوكي شباب انا كل واحد شباب بيشيل التصميم مالته حتى اساعدكم شوي اني بالوورد ايديت. شفتون شباب اطير كل التصميم ونرجع لكم. يلا خلينا نشيل كل التصاميم، ليتس جو. اوكي شباب الحين هسه تمام خلصنا، شلنا كل التصاميم مثل ما جاي تشوفون. للاسف رقم واحد طار. شباب كل حلقه يطلع واحد الى ان يبقى شخص واحد، وشباب بعد ما نخلص كل شيء راح تلقون رابط تصويت تحت في الديسكربشن. اذا عجبكم هسه خلينا نبدا، بعدين راح اقول لكم على سالفه التصويت. اوكي وقبل ما نبدا يا شباب راح تلقون رابط قناه هذا الورع ياسين تحت في الديسكربشن. يعني شباب ما بقى لنا شيء على 2000 مشترك، روح اشتركوا بقناته. اوكي هسه يا شباب راح اطلب من يمهم تصميم ابيهم يصممونه في 10 دقائق. الصراحه ما ادري شباب 10 دقائق ولا 5 دقائق، المهم شباب ابيكم تبنون. هسه كلهم يسمعوني اوكي، ابيكم تبنون اي شيء تبونه يا شباب، اي شيء. اوكي يلا روحوا 3 2 1 جو. ابنوا يا عيال ابنوا، خلاص فعلت المؤقت انا الحين. اوكي شباب الحوين هسه مروا 3 دقائق بالضبط. طبعا شباب انا اقعد اقص في المونتاج حتى المقطع ما يصير عليكم مره طويل. رافائيل وش ذا سكين يا ورع؟ وات اثنين رافائيل شباب، رافائيل هنا رافائيل هناك. والله جلتشات خايسات يا عيال. اوكي هذا شكله راح يبني سكن يا شباب. صراحه ما نعرف سكن حق منه، بس هذول ارجل الصراحه. شنو ثلاث دقايق يا ابني هذا كله؟ والله الصراحه ما مقصر رافائيل. تخيلون شباب هسه عبروا 3 دقائق ويعني فشي اسطوري. والله محمود اكس دي، لا طلع محمود اكس دي. محمود لا والله مسكين يا عيال، بس هيك بنوا الظاهر راح يسوي قطار وما ادري شنو. والله مسكين شباب طلع. لا والله اسف، يعني اذا طلعت بعد شو اسوي لك شباب؟ ما نقدر نسوي له اي شيء، عرفت شلون؟ رقم اربعة حمودي برون شو بيت مودرن، شكله راح يسوي بيت مودرن جوا القاع. هنا أنا هذا بيت اعتقد مخزن. اوكي اسف حمودي برو. اوكي خلنا نعدله. اوكي هسه نجي الرقم ايش قد؟ رقم خمسة، خلنا نشوف ايش دايس. محمود اكس رجع. شباب يمكن نضيف له دقيقتين زيادة يعني كحالة خاصة، يمكن نضيف له بس هو دقيقتين. هسه نجي الرقم خمسة اللي هو رياض فور جيمز. اوكي رياض فور جيمز قال لنا اي لاف يو امير سلو توب 1، هاي حق المرة اللي قبل هاي. كتب لنا رياض فور جيمز 2000 لايك، هاي بعد حق المرة اللي قبل هاي. اوكي رياض فور جيمز راح يسوي لنا بيت خشبي. والله ما ادري الصراحه، ما ادري ما نحكم عليه من البدايه. زي ما قلت لكم شباب دوما ما نحكم على الشباب من البدايه. والله شنو هذول العلامات؟ والله ما ادري. رياض فور جيمز ايش قد من رياض فور جيمز يا ورع؟ والله ما ادري. اوكي هسه نجي الرقم ايش قد هذا؟ 7 اعتقد، يب 7 اللي اسمه احمد اي جي.
احمد ايجي راح دايبني بيت من خشب هذا البريكوت ومن تريكوتا. اوكي حلو والله شكله راح يطلع بيت مره فخم ومره اسطوري. بس يا شباب يعني هسه عبر 5 دقائق اسرع شوي. اوكي اوكي شباب الحين هسه تقريبا عبر نصف الوقت 7 دقائق بالضبط هسه نشوف رقم 1 رفاي. يا اخي وش ذا سكن وش ذا سكن يا رفاي. او ماي جاد رفايال شكله راح يسوي شيء مره اسطوري يا شباب. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد 3 مرات وما تني بالتفاصيل شباب. يعني ما ادري شلون يسويها هاي. يعني حتى يعني ما يوقف يروح يشوف اليوتيوب هيك يعني في باله مصمم هذا التصميم. عنده التصميم في باله هذا او في مخه. والله الصراحه كافو يا انا حموز رفايال ما مقصر. اذا عجبكم هذا التصميم رقم 1 اوكي. زي ما قلت لكم شباب يمكن بالنهايه يطلع ابو كلب. اوكي خلينا نسوي لنا دنيا نهار. يمكن بالنهايه يطلع ابو كلب ما نحكم عليه بالنهايه. يمكن الوجه يجيب العيد فيه. بس شباب ما عليكم اقول لكم رفايال راح يجيب شيء مره اسطوري مره حلو. شوفوا يا عيال شوفوا على السريع معتني وما ادري شنو. شوفوا شلون يسوي. شوفوا شلون يبني الورع. والله الصراحه ما مقصر الولد. رقم 2 هذا راح يسوي فلش هاي. اوكي راح يسوي طائره هليكوبتر. نحن شباب نقول هليكوبتر ما ادري انتم الصراحه وش تقولون. نحن باللغه مالتنا نقول هليكوبتر. اوكي والله الصراحه فتشي. اوكي خلي اساعده تشيل هذا وياه لان راح يخرب عليه التصميم شباب. بس يعني شباب لا تقولون اني غش يعني ده اساعده شويه بس شويه. اوكي حلو شباب والله صراحة حلو. هليكوبتر مسويها ومعتني بالتفاصيل من ذهب. هي اوكي تمام ياسين خلاص لا تساعده مرة ثانية. هسه نجي الرقم 4 حمود برو. نشوف ايش يسوي. زي ما قلت لكم يا شباب قبل شوية يسوينا في بيت مودرن او فخم بالكوارتز. اعتقد هذا مسبح شباب مسبح جو القاع. اوكي زي ما قلت لكم شباب بقوا تقريبا اكثر من 7 دقائق ما نحكم عليهم من هسه. خلينا نشوفهم وش راح يسوون. اوكي هسه نجي رقم 5 نشوف ايش راح يسوي. اسمها رياض فور جيمز صح. اوكي رياض فور جيمز دوما يسوي هذا الشكل حق البيوت. اوكي دا يسوي في ليفز ندخل جوا. حلو لسه مو مؤثث رياض فور جيمز اسرع شوي. طبعا شباب هو ما يسمعنا بس اني وياسين دخلنا في غير روم برايفت. رياض فور جيمز راح اسسها من جوا حتى يعني بيصير شكل مره حلو. اوكي نجي الرقم 7 نشوف شاكو شو يسوي. اوكي بيت هذا همين يعني وش دا يسوي. دا يقلب باليد. دا يقلب باليوتيوب هذا يا عيال. والله شكله بيت مودرن نص مودرن ولو هذا اعتقد هذا وين يحط السياره مالته. حلو اوكي يا شباب رفايال راح يرسم او راح يبني مارشميلو. اي والله الصراحه رفايال ما مقصر يا اخي. شلون ابي افتهم شلون مسوي مارشميلو ياسين. او ماي جاد والله حلو يا عيال. اقسم بالله شباب اني منصدم الحين. رقم 2 اني منصدم يعني بعشر دقائق ومخلصه بعد. شباب هذا اذا تسوونها انتم مش قد استغرق من يمكم وقت. انا اقل شيء يوم كامل وما اسوي زي كذا. والله يا عيال هو في 10 دقائق مسوي كل هذا. والله الصراحه رفايال ما مقصر. اعتقد شباب راح يستحق جائزه اكثر. شباب راح يستحق جائزه مره كبيره هاي. والله ما مقصر الولد. اوكي هسه نجي رقم 2 او 3 اقصد. محمود اكس دي خلص الهليكوبتر مالته يا عيال او الطائره. والله كفو. طيب نصعد من هنا نسوينا زي كذا. اوكي حلوه. وبعد هنا عندنا ريدستون. هنا أنا بوصل اشوف الوقت بوصله ثانيه. يعني شباب هاي يعني حق التحكم وشان راح تطير الطائره وزي كذا. والله فشي اسطوري يا شباب حلو الصراحه عجبتني. اوكي نجي الرقم 5 او 4 باختصار اللي هو حمودي برو. مسوينا بيت حلو الصراحة فاخم. والله ما ادري الصراحة شباب لساته ما ظبط هواي. هنا انا مسوي 2 اسرة. بعد شباب 4 دقائق ونحكم عليه. الحين ما نحكم عليه من البداية. اوكي هسه نجي الرقم 5. اوكي ايش قد شباب راح اقول كل شوي اجي خلاص نتخلى من الباب هاي المرة. اوكي الصراحه هذا زي ما قلنا ياسين. اوكي دا ياثث في البيت بس شوي شموع يورع تورتش
شوي شو شمع المنطقة حتى نشوف زين. ورع شمع المنطقة شمع شمع. يلا اوكي هسه خلنا نروح الرقم الاخير. اوكي خلنا شباب جينا من الباب لازم نطلع من الباب عرفت شلون. رقم 7 نشوف ايش تسوي. اوكي بيت هذا احمد اي جي بيت مودرن فخم. هاي ورع شلون راح نسوي لك باتن باتن باتن. احمد احمد باتن شلون راح ندخل شلون راح ندخل ما ندخل احمد باتن باتن باتن. اوكي شباب رفايال شكله خلص كابو رفايال كابو. هاي والله شكله خلص يا شباب الصراحة ده والله مقصر بلد شباب هاي الصراحة لازم اخذ له سكرين شوت والله يا اخي. اوكي اوكي صورة صورة اوكي دعونا اخذ له صورة والله. وبعد شباب بدأ يسوي إضافات حتى أوكي أوكي والله كافو كافو. شباب بقوا بس 3 دقائق. أوكي هو يكتبلنا 3 دقائق. أوكي شباب الحمية سبقوا تقريبا 2 دقيقة. الصراحة شباب ما مقصرين. رقم 2 خلص. رقم 3 شكله خلص مسوي هاي هليكوبتر. صراحة شباب يعني ما مقصرين يعني في الوقت مخلصينه. بعد رياض فور جيمز شكله خلص. ورقم 7 هم ما ادري لساته يشتغل في البيت مالته ما ادري ايش دا يسوي الصراحه الحين. اعتقد شباب بس رقم 7 ورقم 4 لساته ما مخلصين. حلو والله صراحه هذا شباب ما بعرف شنو هذا بالضبط بس شكله بيت. خلاص شباب هسه صار الوقت. اوكي راح اكتب لهم ستوب 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 شباب شباب ستوب. اوكي خلاص احولهم جيم مود سبيكتيتور شباب جيم مود سبيكتيتور اولت اي خلاص احول نفسي جيم مود كرياتيف شباب. اوكي كرياتيف حلو. شباب هسه خلينا نبدي نشوف رقم 2 ايش دا يسوي. اوكي اعتقد شباب هذا راح يحصل اكثر عدد تصويتات شباب صراحه راح يحصل اكثر عدد تصويتات رقم 2. او ماي جاد مارشميلو والله يا شباب والله اول مره اشوف تصميم زي كذا بحياتي. بعشر دقائق همان مخلصه والله الصراحه ما مقصر الولد رفايال ومعتني بالتفاصيل. يعني شباب اتمنى تكتبوا لي في التعليقات هسه ايش قد يستغرق من يمكم وقت حتى تخلصونه هذا. اكتبونا في التعليقات يوم يومين 3 ايام 4 ايام والله شباب انا اعتقد اقعد اسبوع وما اجيبها زي كذا والله صراحه ما مقصر يا ورع يا رفايال والله كفو. اوكي هسه نجي رقم 3 محمود اكس دي مسوينا طائره هليكوبتر. اوه والله حلوه شباب ايش رايك ياسين في الهليكوبتر؟ حلوه والله تصميم خرافي خرافيه والله شباب والله الشباب يتعبون والله جاي والله دا يتعبون هم مقصرين الولد. اوكي نجي الرقم 4 اللي اسمه حمودي برو سوى بيت صراحه بيت هاي هذا مسبح شباب مسبح بسبح. اوكي دقيقه خلينا ننزل هنا سوينا وي وي رفايال رفايال طيب بلا ملابس يعني شباب انزل شباب اوكي 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 جبت العيد الحكي والله العيد العيد. اوكي شباب رايح المسبح مسبح. اوكي اذا عجبكم رقم 4 صوتوا رقم 4 هذاك شباب مارشميلو رقم 2 وهذا رقم 3. اوكي هسه نجي الرقم 5 والقبل الاخير اللي اسمه رياض فور جيمز. شباب قلت لكم هسه حفظت كل اسمائهم. اوكي مسوي لنا بيت من خشب ندخل جوا مسوي لنا هنا سرير 2 صناديق ما فيهم اي شيء فرن شو اسمه ثلاجه هاي هذا شنو قاع هذا تلفزيون اي صدق تلفزيون. اوكي حلو اسف 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 ايش يريد ايش يريد ياسين خربنا ام التصميم. اوكي شباب اذا عجبكم هذا التصميم صوتوا الرقم 5. هسه نجي الرقم الاخير رقم 7 اللي اسمه احمد اي جي. الصراحه هذا مسوي لنا تصميم مره حلو تصميم يعني نص مودرن ونص مو مودرن حديث يعني مودرن. ندخل جوا نشوف شو مسوي. اوكي هذا التصميم من برا شباب. اوكي هسه خلينا ندخل جوا نشوف شاكو. ها ها شباب شباب اخروا هسه حاولكم جيم مود جيم مود سبكتيتر كلكم تجون. يا سيتش بص راسك يا ضري ورع. اوكي هذا البيت من جوا مثل ما جاي تشوفون عندنا هنا مسوي لنا طاوله الكراسي هنا عنده اندر تشيست. والله شباب البيت الصراحه حلو اذا عجبكم هذا البيت صوتوا الرقم 7. اوكي ها ياسين وش كان احسن تصميم عجبك لليوم؟ الحقيقه 2 و3 و7 يستحقون 2 و3 و7. اوكي رقم 2 مارشميلو اني همين اكثر شيء عجبني هذا مارشميلو مطرة الدنيا خلي اسوي هذا كلير. اوكي ورقم 4 قلت لي او 3 اي حتى رقم 3 شباب والله الصراحه ما مقصر والله يا مره صغير يعني هو راح يكي 2
ياب شباب على فكرة هذا يعني طلع من الجيم دقيقتين يعني المفروض ان نعطي يعني دقيقتين زيادة فعشان نسوي خلص بالوقت. اوكي ورقم 7 قلت لي. اوكي حلو حلو الصراحة شباب والله يعني كلهم مقصرين الولد ده يشتغلون شغل صح. فيابا شباب ارجعون الفيديو لورا وتشوفون يا احسن تصميم عجبكم وراح تلقون رابط التصويت تحت في الديسكريبشن وصوتوا الاحسن تصميم عجبكم. فيابا تشوفون الحين هنا وصلنا نهاية المقطع اتمنى عجبكم المقطع اشوفكم مقطع صدمونا بلايك اشتركوا بالقناة اذا ما مشتركين واهم شي يا شباب فعلوا جرس الاشعارات على مود اذا نزلت مقطع وشي بيقول لكم عمير لورا نزل مقطع راح تشيك عليه وبس مع السلامة. باي باي ياسين. باي 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 باي.